السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، أحييكم ورحب فيكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج كيف. أرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا معنا الآن، أهلا وسهلا بالجميع. اليوم في كيف، طبعا كيف تختار الهدية المناسبة وطريقة تقديمها بشكل صحيح. بما أننا مقبلين على إجازة الصيف وموسم الزواجات وموسم الأعياد وكثرة المناسبات وحفلات التخرج والنجاح، أكيد أنها تكثر الهدايا، والبعض قد يعني يجد صعوبة في اختيار هذه الهدية. ناهيك عن أنه البعض صار يتكلف وصار يبالغ في الهدية ويرهق ميزانيته سعيا لتبيض الوجه أمام الشخص المهدى له، ويمكن هذه الظاهرة منتشرة أكبر عند النساء. فكيف تختار الهدية المناسبة للأب، للأم، للزوجة، للزوج؟ طبعا تختلف الهدية حسب المناسبة، وهو اللي يخليك تحتار أحيانا إيش تختار من هدايا. لذلك أبغى أسأل المستمعين، أنا متأكد أنه كثير عندكم أو كثير منكم عنده الخبرة الكافية لأنه يجاوبنا على هذه الأسئلة. هل فعلا صار في تكلف في الهدايا؟ في حال أنك أنت قررت أنك تهدي شخص، سواء كان ابنك الناجح، بنتك، زوجتك، زوجك، والدك، والدتك، أحد الأقارب، هل تحرص على معرفة احتياج الشخص اللي أنت بتعطيه الهدية؟ وهل تواجه صعوبة في اختيار الهدية، ولا أمورك ماشية والموضوع عندك بالنسبة لك سهل؟ هذا هو موضوعنا مستمعينا، لكل الأشخاص اللي حابين طبعا يشاركونا في هذا الموضوع سجل معي هذا الرقم 011-268-44-88، هذا هو رقم الاتصال 011-268-44-88، وتقدر كمان من خلال تويتر على حساب MBCFM أو حساب ياسر شمراني، تقدر أنك أنت يعني تحط أو تكتب مشاركتك ونقولها على الهواء مباشرة. أذكر مرة ثانية مستمعينا، كيف تختار الهدية المناسبة وطريقة تقديمها بشكل صحيح، وهل تتلمس احتياجات الشخص اللي أنت بتقدم له الهدية؟ راجعي لكم، كونوا معنا. حي الأصدقاء من جديد، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. ونرجع لموضوعنا اللي نتكلم عنه اليوم، موضوع مهم جدا متعلق بالفترة القادمة اللي هي طبعا كيف تختار الهدية المناسبة وطريقة تقديمها بشكل صحيح. وزي ما قلنا أنه احنا مقبلين على إجازة صيف، على موسم زواجات، موسم أعياد، كثرة مناسبات، حفلات تخرج، حفلات نجاح، أشياء كثيرة. كيف تتلمس احتياج الشخص اللي أنت تبغى تهدي له الهدية؟ اليوم نبغى نستفيد من الكثير، لأنه الأيام الجاية هي مرحلة يعني فيها كثير ممكن مناسبات هامة تتطلب منا أن احنا نهدي أصحابها هدايا. تليفون البرنامج هو 011-268-44-88. نبدأ مع أول اتصال معنا. ألو، السلام عليكم. ألو، هلا وسهلا، حياك الله. هلا يا كيف الحال؟ الله يسعد مساك. إن شاء الله طيب، كيف أمورك؟ بخير. أكيد 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 إنك عرفتني. مازن. الله الله. يلا حيو، كيف أمورك؟ الحمد لله. أنا قلت بس أخليك تخلص مع الرجال اللي جاء سلم عليه قبل شوية وبعدين نسمع صوتك. خلاص. طب عليك وانت على الهواء. ايه طب علي، خلصنا. الله يحييك مازن، تفضل. ياسر، هو شو اسمه، اختيار الهدية المناسبة تكون يعني على حسب اهتمامات الشخص اللي تقدم له، العلاقة اللي تربطك بينه وبينه، سنت، واحتياج الشخص للهدية. شوف، ما احلى لما انت تهدي شخص هديه هو في حاجتها. ايوه، يكون لها يعني طعم اخر صراحه. ايوه، هذا يكون يعني يكون انك تعرف ان الشخص محتاج هذا فتهديه له. صحيح، بتكون شو اسمه يعني بتكون بشكل مغلف ومضبطه صح. يعني يكون ترتيب التغليف. جميل. انت بالنسبه لك تواجه صعوبه لما تيجي تختار هديه مثلا؟ والله شوف يا أخي ياسر، المشكلة الهدايا تحير، إنك ما تعرف إيش تقدم وإيش كيف، يعني فعلا فيها صعوبة. جميل جميل، أشكرك. حتى إنه برضو يعني حتى برضو ما تعرف، حتى الشخص أحيانا بعض الناس لما تبي تقدم له ما
تحتار إيش تقدم له بالفعل. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر يا مازن، وسعيد سمع صوتك ونسمع صوتك إن شاء الله على خير بإذن الله إن شاء الله. شكرا يا مازن، شكرا لك، في أمان الله، في أمان الله. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا، الله حييك، مسيك بالنور. كيف الحال؟ بخير الله يسلمك، الحمد لله. الله يسلمك، بخير الله يعافيك. والله يا أخي أنا من زمان ما حد أعطاني هدية. إن شاء الله إن شاء الله اليومين هذه أحد يهديك كذا هدية تكون في حاجتها أنت. تعدينا المرحلة دي خلاص. أسمع أقول لك شيء، أنت أعطني اسمك بس الحين وقول لي وين ساكن، أوكي؟ أبو خالد. يا حبيبي يعطيك كل جميع اخوي. وقول وش تحتاج بالضبط يعني مالك؟ والله عندي كثير يا ياسر بيني وبينك. الله يحييك ابو فارس، يا اهلا وسهلا. الله يسلمك، الله يسلمك. والله شوف اخوي ياسر، احنا ثقافة الهدايا عندنا شوي يعني يبغى نمسك عليها يعني. يعني ممكن تهدي الواحد هدية ويرجع عليك وباء، عرفت؟ تعطيه هدية وشي يقول لك لا والله يعني مستنقصني، لا والله يعني، مع انه قيمة الهدية في انك تذكرني، تكون مثلا مسافر، تكون مثلا متابعني في نجاح مشروع، في نجاح دراسة. صحيح، هذا قيمتها يا اخي لما تتذكرني فيها، هذه شو تسوى شيء كثير عندي انا. صحيح. طيب بالنسبة، أنا أبغى أسأل سؤال مهم جدا، بالنسبة للأطفال اللي تحت يعني 10 سنوات، إيش الهدايا اللي ممكن يكونوا يحتاجوها في هذا الفترة؟ هو يفرض عليك يا ياسر، هو يعني الطفل بذاته يقول لك ابغى كذا يعني، ما عنده لف ودوران، عرفت؟ يعني انا الحين عندي ولدي الاسبوع اللي راح ناجح من ثانية ثالثة، قال لي ابغى سوني فور، عرفت؟ يعني محدد وكل حاجة ومنتهي الموضوع. يوم ما جاب الشهادة قال قدامي يلا على المحل، واخذ هديته وانتهينا. ممتاز. طيب الأطفال ما عندك مشكلة معهم، الصغار ما عندك مشكلة يعني. أبو فارس أبغى أسألك سؤال، بما أنه يعني أنا أتوقع كذا أنك أنت من جيل الطيبين يعني من جيلنا جدا. طيب أبو فارس، تذكر هدية السيكل؟ أبو خالد عفوا، تذكر هدية السيكل؟ أبى أقول لك حاجة، موضوع السيكل الوالد الله يرحمه توفى، الله يرحمه ويغفر له. إيه صدق، من اولى ابتدائي لغايه المتوسطه وهي منيني بهالسيكل، كل سنه يقول ينجح يجيب السيكل السنه الجايه، عرفت؟ كلنا نفس الحال. في المتوسطه جاب السيكل، ما ابغى اخذ سياره الحين، ما ابغى سيكل. بس كان لها طعم خاص يعني، تحس انه انت كانك مطلع سياره وقتها يعني. جدا، قسما بالله جدا، بالعكس كانت دافع لنا، كانت يعني مو هدف لنا يعني، مو شيء محبط انه ما اجيب لك هديه خلاص تحبط. صحيح. كانت الحياة حلوة يا ياسر يعني، الموضوع على مكان، حتى جابك هدية، حتى لو يعطيك كلمة طيبة تعتبر كهدية. صحيح، تشجيع دعم. صحيح، وأكبر دليل أنه هذه الهدية تحديدا السيكل أثبتت مهارات جيل الطيبين جدا يعني، صار عندهم مهارات الحين جيل ما يعرف يسويها ترى. لا صرنا نصبر يا أخي، اكتسبنا الصبر، اكتسبنا شغلات كثيرة، عرفت؟ صحيح يعني ما في روح نظامية، عندنا الوضع طبيعي يعني، لما يجي السنة هذه تجي السنة الجاية. الحين اقول لك ارجع كلامي الاول، في ناس تعطيهم هدية، انا قبل فتره اعطيت واحد هديه زعل علي طبعا مناسبه الزواج، عرفت؟ قال لي لا يا اخي هذا ما هو مقدار ومن الكلام الفاضي هذا. يا اخي يكفيني ذكرتك يعني على وقدرتك يعني، مو قدر تنظرها ماديا، لازم اعطيك مره وقدره يعني، لازم اجيب لك يعني سياره عشان تنبسط. لا لا فعلا يعني، في يعني الشخص يمكن يعني اهم نقطه احنا اليوم نتكلم عنها، انه كيف تتلمس احتياجات الشخص اللي انت تبغى تهديه الهديه، كيف نعرف احتياجه يعني، عرفت؟ حتى انه الهديه تكون في محلها بالضبط. يا اخي انا يكفي انه يذكرني باي حاجه بسيطه، بس اعرف انه يعني تقدير معنوي بالنسبه لي انا، اتذكرني وجاب لي وطريت على باله وعلى ما قال وحاس فيني، عرفت؟ هذه تكفي يا اخي بحد ذاتها. صحيح أبو خالد، أنا سعيد سمع صوتك ويعطيك العافية. أبدا، حياك الله، شكرا لك، شكرا لك، في أمان الله، مع السلامة. ألو السلام عليكم. يسعد الله مساك. الله يسعد مساك، يا هلا وسهلا، حياك الله. كيف حالك حبيبي؟ خير الله يعافيك، يا هلا وسهلا، الله يحييك. الله يحييك إن شاء الله. من معايا؟ الحقيقة تفضل. تعرف على اسم الكريم؟ رياض. هلا والله رياض، الله يحييك، يا هلا وسهلا. كيفك؟ الله يسلمك، الحمد لله. أنا تصدق قلت أمن بالله إني قسم قبل الصلاة. لو رايح اشتري هديه بعرف، بس الثاني ما شاء الله بعرف. سبحان الله. يا اخذتها ولا باقي؟ والله انا تو اقول لك قاعد اشتري هديه. كويس.
طيب وبعد ابى اشوف هديه لابوه ولامها وابى اشوف الهدايا المناسبه في رمضان وال... طيب في شغلات تناسب في رمضان في هدايا تناسب في العيد. صحيح. فسبحان الله نعم يعني انا نوع الهديه يعتمد على نوع المناسبه. يعني مو اي هديه في اي مناسبه. احسنت احسنت صحيح هذا كلام منطقي. وبعدين يعني في هدايا بين الاصدقاء وهدايا بين الاسره وهدايا بين الـ 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 يعني كل هديه في دائره معينه يعني. انا واللي يحب شخص يعني حبه من جد اكيد يعني. انا اتذكر واحد من اصدقائي الله يذكره بالخير ايام الجامعه ايام الجامعه تخيل. وكذا جت شغله كان نفسي ذيك الايام ذيك الايام ايام على قول جيل الطيبين. ايوه سي دي الفيديو سي دي طلع الفيديو سي دي وكذا. يا الله. اي والله بعدها تخرجنا وتزوجنا وعرسنا ورحنا كشته كذا وهو لا والله ان سفره يعني حتى عائليه انا وعيالي وعياله كذا ورحنا دبي اول سوق لدبي. وكان صادف عيد ميلادي واذا بهذا الرجل جايب لي فيديو سي دي اللي اتذكرته قبل اربع سنين. وبالتالي يحب شخص يكون حريص تماما يتلمس ايش هذا الطرف الاخر ايش اجمل حاجه عشان اقدر صحيح. فعلا هديه تكون لها قيمه. احسنت صحيح. طيب بالنسبه لل يعني هذا كان شخص عزيز عليك لكن خليني لو اقول لو المحيط البيت مثلا كيف تلمس احتي ايش هي الهديه المناسبه للطفل مثلا اذا كان ناجح او متخرج من مرحله متوسطه او ابتدائيه او ثانوي. والله انتم كفيتوا ووفيتوا عاد ذيك الايام على انتم خوينا هذا يقول الشيكل كانت يمكن اعظم هديه. اي والله هذا طبعا ايام الحواير ولا ما ننام كل ما ننام عرفت بالضبط. وبالتالي الان لازم بلاي ستيشن. اي صح. وهذه كمان شغله معينه. انا اقول لك في اعظم الهدايا الاسريه واعظم هديه الحقيقه انا اعتبرها من الهدايا الخالده في تاريخ الامه الاسلاميه هديه قلاده السيده خديجه لزينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هدية كانت أرقى من أرقى هدية يعني بكل أمانة يعني في إطار الأسرة قلنا في إطار للأسرة وإطار للأسرة. صحيح. تخيل هذه الهدية اعتقد بها العاص بن الربيع جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في أسرى أحد أظن أو فقال كل واحد جاء يعني يقدم شغلة من الشغلات يعني الثمينة عشان يبتدي بها أثير من الحرب. فما لقت وهي كانت على غير دين تخيل كانت سيدة بنت رسول الله وهو كان رجل مشرك ما كان هذا ولكن مع الحب العميق بين السيدة زينب والسيدة سيدنا العاص بن الربيعة فقدمت له هذه الهدية. يوم قدمت له هذه الهدية دمعت عيناء أطهر عين على وجود الكون يوم خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة سيدنا محمد يوم شاف الهدية أنه تذكر قلادة سيدة عائشة اللي الرسول أعتقد هداها لسيدة عائشة وسيدة عائشة السيدة خديجة سيدة خديجة سيدة خديجة أهدتها لسيدة زينب. فلما رأى قلادة السيدة زينب السيدة خديجة في يدي قال إن شئتم ترد لها يعني فداها وتطلق لها أسيرها تفعل وهذه كانت الفداء للمرأة فقيمة الهدية في ذكراها في حجمها فتخيل هدية أعتقد رقبة رجل. صحيح. الله صحيح. عليك رياض الله عليك شكرا جزيلا يعطيك العافية على المشاركة الحلوة يعني هذه شكرا أنا. شكرا لك رياض وكل عام وانتم بخير وانت وأنا طيب. من مقامي أرفع أسماء التهاني وتبركات مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين والشعب السعودي الأبي وجنودنا البواسل في الحد الجنوبي أسأل الله أنه يكللهم بالنصر والسؤدد ويعني يغفر ذنوبهم وشدد رميهم وشدد خطاهم. آمين يا رب. شكرا شكرا أخوي رياض شكرا وانت طيب شخصيا وكل كرام المستمعين شكرا لك شكرا وانت طيب وصحة وسلامة في أمان الله. مستمعين راح توقف لفاصل إعلاني قصير وبعدها نرجع نكمل مشوارنا وحديثنا اليوم عن موضوعنا كيف ومتى تختار هدية المناسبة وهل تتلمس احتياجات الشخص اللي بتهديه على 011268 4488.
إذن مستمعينا، كيف تختار الهدية المناسبة وطريقة تقديمها بشكل صحيح، وهل تتلمس احتياجات الشخص اللي أنت بتقدم له هدية؟ بما أنه إحنا مقبلين على إجازة الصيف وموسم زواجات وأعياد وكثرة مناسبات وحفلات تخرج ونجاح وغيره، ذكر مرة ثانية برقم الاتصال 011-268-4488. نبدأنا مع هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو ألو ألو، طيب راح الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، نقصر صوت الراديو بس واسمعني من التليفون، الله يرضى عليك. ألو ألو، طيب مرة ثانية اللي حاب يكلمنا يكون يعني مستعد ويهيئ الأجواء للصوت إنه يكون مناسب ويطلع معنا على الهواء. نقول ألو. ألو، هلا وسهلا. هلا أخوي ياسر، الله يحييك. يا هلا ومرحبا. أول شيء مبسوط إني قاعد أتكلم معك. الله يحييك، أسعدتني. طيب معك أخو فيصل. هلا والله يا فيصل، الله يحييك. الله يبارك يا رب. والله بخصوص الهدايا، كان مجرد واحد يسأل يقول متى آخر مرة جتك هدية أو أحد ذكرك، أمقت العبرة ما أدري ليش، بس ما في أحد، بس أرض فاضية كذا، وين اللي أهديهم؟ فيكفي أن نذكرهم. صحيح. وعلى قولة الهدايا وقتها، مشكلة الحين بخصوص الأطفال، كيف تفهم أنها هذه هدية؟ يعني مو بتشرط ولا ينضج لها بشيء، بعدين ما عاد سكتهم شيء، يعني تجيب سيارة والبنت تجيب عروسة، لا وين دوك، وينك انت؟ ما تمشي هالأشياء، يعني تدخل تمسك راسك، وين أبدأ وش أسوي؟ أصلا مجرد تغليفها هذا يبغى لها حكاية، هذا هدية ثانية. صحيح. فأتكلم على الكبار، عاد خلص الكبار أحسن شيء إنك يا تعطي فلوس وتفتك، جميل، ولا تأخذ وتودي. طيب أنا أبغى أسألك فيصل، يعني لأنه أنت بديت، أنا أبغى أسألك يعني متى آخر مرة أحد أعطاك هدية؟ يعني طويلة المدة. كم يعني، سنة ولا قبل؟ طويلة ولا، وكانت ملمح عليها. يعني يعني صعبنا ونصور السناب والناظر المحل. إيه بس كنت في احتياج لهذه الهدية، يعني لما جتك الهدية أنت كنت فعلا لا، شوف محتاجها. أنك تجيب احتياجي هذا مستحيل. تجيب شيء مكمل، يعني شيء، شوف أهم شيء لا تجيب لي ورد وكيك، هذه زود الوزن. وشيء يموت هذا ما أعترف فيها بصراحة، مهما لو تسوي ما هذه الأشياء أنا ما احترامي ما بيها. صحيح. يعني الواحد مثلا ممكن لما قلت والله هذه حلوة من فلان، بس شوف صار اللي ورط أكثر أثناء التصوير، يعني عشان يصورونها لك في سنابهم وزي كذا تشتهد. طلعتنا هاي حكاية ثانية، وبعدين تعال، يعني مو بشرط أني أنا أهديك هدية تشيل همي كيف تردها لي. وبعض الناس لا، في ناس كثير كذا ترى على فكره، والله في ناس كثير يعني يشيل هم انه كيف ارجع هذه الهديه او كيف، يعني عشان لا تورطني وجيب لي ايفون، عرفت بكره. فانا شو اقول لك يعني انت يا صاحب ما شاء الله الوضع الاوكي، لا تورطنا. ايوه مظبوط، صحيح. نقرر عشان نجيب لك هديه. وفعلا في ناس يسوونها ترى، والله فعلا في ناس ممكن يتسلف حتى يرد الهديه اذا كانت بالذات تكون قيمه او شيء. يعني مثلا تقدر تقول انت الاشياء اللي ممكن يحتاجها الشخص، مثلا تعطيه هديه ممكن يستفيد منها، يعني شيء مثلا في الملابس، شيء في الاكسسوارات، محفظه مثلا، تيشيرت، يعني شيء يكون بسيط. هو شوف البسيط، ومساله انك اهم شيء انك ذكرتني دي ما عاد تمشي معنا، صرنا عندنا طمع في الهديه. لا، واللي يلمحون ترى عيد ميلادي الأسبوع الجاي أو حفلة التخرج الأسبوع الجاي أو وجاب التذكير حق سناب، فهذه كانت مزعجة بصراحة. ومثل ما قلت لك في البداية، التصوير صار الناس، يعني نتكلم عاد بصراحة، صارت يعني لما الواحد يهدي الهدية ويبدأ فلان يصورها، والله هذه جايتني، شكرا يا ياسر، تلقى الثاني شال همك.
انه جاب له فلان وحنا ما جبنا له. ايوه لازم نجيبها وعشان يصورها وتلقى يحتر السناب متى يصورني صح هديتي. فما هذه شو يعني هذه يعني صارت اشياء كماليه ما لها اي يعني قيمه. يعني اذا كان انا بهدي شخص عشان يصورها ولا يحطها سناب هذه ما لها قيمه والله طبعا. والله صارت الاشياء الثانويه هي الاهم للاسف. لكن احنا نتكلم عن المحيط اللي بيننا. يعني تعرف يعني دخول شهر رمضان الوالد الوالده العمام الخوال الاخوان الكبار الابناء هذول والله يعني تدخل يعني اقل شيء صح 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 إن المشكلة للأسف ما عاد صرنا نهدي ذول بالفعل نهدي الهدية منهم بالفعل. يعني أنا عجبني واحد من الأصدقاء أرسل لي يقول هديت الوالدة سجادة الصلاة اللي هي حقة كبار السن اللي ما تعبهم في ركبهم أو شيء زي كذا. فهذا هذه من الهدايا اللي يعني الله يجزاه خير والله يكتب له الأجر لأن هي بتصلي عليها. فالله يخلي لها الوالدة إن شاء الله. الله يعني مبروكين لما يدخلون لو تجيب أي شيء بسيط صدقني صحيح. كل من جام قال هذا جابها فلان هذا جابها علان بعدين تعالوا لا لازم هدية كذا ليش ما نهدي فيه نشوف إحنا ما يقلدون الغرب هما كل شيء قاعدين فيه وش معنى هداياهم ما تبونها ما تبون تقلدون الغرب طيب لوحة صحيح. طيب فيصل أنا أشكرك جزيل الشكر يعطيك ألف عافية على تواصلك معك وأتمنى لك التوفيق وياك إن شاء الله وكل عام وانتم بخير فيصل. مع السلامة في أمان الله. مستمعين نتوقف لفاصل إعلاني قصير ونكمل مشوارنا. أرجع لأصدقائنا من جديد أهلا وسهلا فيكم. اليوم نتكلم عن اختيار الهدية المناسبة خصوصا إحنا مقبلين على موسم من الزواجات والأعياد وكثرة المناسبات وحفلات تخرج ونجاح وغيرها. هل فعلا صار في تكلف في موضوع الهدايا في حال قررت أنك أنت تهدي شخص؟ هل تحرص على معرفة احتياج هذا الشخص اللي بتهديه أو تواجه صعوبة في اختيار الهدية ولا أمورك يعني تتسهل؟ 011-268-44-88 مساك الله بالخير. يا مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير أستاذ ياسر. الله يمسيك بالنور هلا وسهلا. الله يحييك معك تركي الدوسري من الرياض. نعم حياك الله يا تركي هلا وسهلا. الله يطول عمرك. في البداية طال عمرك أودي أقول لك كلمة خاصة لك أنت. الله يعافيك تفضل. أول شيء طال عمرك أنت قابلك الله سبحانه وتعالى قابل روحك قابل صوتك قابل قلبك لقلوب الناس. تسلم الله يحفظك يا تركي تسلم. ما أقول هالكلام مجاملة أو محاباة هذه كلمة من زمان في تسلم. خاطري تسلم الله هذا من طيبك هذا من طيبك يا تركي تسلم. وهذا طال عمرك يدل على أن الله سبحانه قابلك عنده وجعل القبول في قلوب الناس. الحمد لله هذه نعمة من الله. شكرا لك يا تركي الله يعافيك. الله يطول عمرك. الشيء الثاني الله يسلمك بالنسبة للهدايا أنا ما شاء الله فيصل خذ الوقت ما شاء الله فأتمنى أن ايه حظنا لا 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 إن شاء الله حظك مثلا إن شاء الله تفضل. طال عمرك الهدايا طال عمرك مب على ثمنها أو قيمتها الهدايا بقدر اللي يهديها. أحسنت ما في شك صحيح. أنا طال عمرك الحمد لله مثل الناس جتني هدايا صغيرة كبيرة. أثمن هدية يمكن جتني لي سيارة زين. لكن أستاذ ياسر أنا بقول لك كلمة في شخص قبل فترة زين معي طال عمرك أي معك أسمعك. نعم في شخص طال عمرك قبل فترة من قبل سنتين كان بيزورني في مكان فقلت له وما عليك أمر جيب معك موية أنا عطشان وقتها جيب معك موية بنص ريال. النص ريال يا أستاذ ياسر صار أغلى من كل الهدايا اللي وصلتني لدرجة اني محتفظ بالعلبه اللي جابها لي تخيل ما شاء الله نص ريال. كيف صار الموضوع هذا كيف من 2016 لين الحين العلبه موجوده نص ريال ما شاء الله. فهو يوم جابها اصلا ما يعتبر هديه ويعتبر اني جاب لي مويه بس لاني اعز الشخص هذا لاني اقدر كل شيء يقدمه لي لو انها مثل ما قلت علبه مويه ولا زالت موجوده ومحتفظ بيها. هذا من طيبك يا تركي والله الله يطول عمرك ايه. فهو ما يدري للحين ترى أو بالأحرى هي ما تدري عارف فسبحان الله الأشياء على قدر راعيها اللي جت منه صحيح. لونها علبة موية بنص ريال وهي في معناها الهدية ما هي في قيمتها هي في معناها يعني نعم في معناها صحيح.
صحيح. فالله يجعل إن شاء الله أحبابنا وأحبابكم مع بعض ويجعلهم دوم لنا ويخليكم لنا ويخلي كل واحد أحبابه وغالينا. آمين إن شاء الله. ويخليك لنا أنت. آمين. الله يزاك. الله يخليك. تسلم لنا. تسلم. الله يترك هالكلام وأنا صادق. هذا من طيبك. تسلم. الله يحفظك وياك إن شاء الله يا رب. كل عام وأنت بخير يا تركي في أمان الله. وأنت بخير والشهر عليكم بارك. علينا وعليك إن شاء الله مع السلامة في أمان الله. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا والله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا حياك الله. يا هلا فيك. الله يحييك. الله يسلمك. أول شيء كنت أبي أدعي أول هدية هو أن نسمع صوتك. الله يسلمك. تسلمك. أو أحلى هدية. الله يخليك. تسلم. أول شيء هدايا الوالدين تكون مميزة وتكون لها أثر في نفوس الأولاد يعني. فعلا. أعطينا كذا يعني مثال يعني الحين إحنا مقبلين على شهر رمضان المبارك يعني اللي يبغى يهدي والده ووالدته إيش ممكن يقدم لهم؟ طبعا ما في شيء وفيهم حقهم هذا أكيد عارفين والله لو تقدم روحك يعني ما تكفيهم لكن يعني خلنا نذكر بعض الناس اللي ممكن يعني والده أو والدته عايشين حتى اللي توفوا الله يرحمهم ممكن يعني تتصدق عنهم ممكن تقدم لهم شيء في شهر رمضان إيش ممكن تعمل؟ والله تدور لهم الشيء اللي هم يرغبونه منك. مثلا الوالد يحب القهوة والتمر. نوعية خاصة مثلا مسبحة مصحف جديد سجادة صلاة. إيه هذه الأنواع. عودة بخور قبل الصلاة مثلا. مع أنهم هم ما ينتظرون منك الهدية. أكيد طبعا. الهدية أنه هم دائما يشوفونك بسعادة. أحسنت هذا هو نعم صحيح. هذه هي اللي يشوفونه يعني. بس يعني الوالدين ما في أغلى منهم. أكيد أكيد أكيد. أنا ما تعرفت على اسم الكريم. محمد. ونعم والله يا محمد الله إن شاء الله يحفظ لك والدينك ويخليك لهم إن شاء الله يا رب ويخليهم لك. آمين. ومن يسمع ومن يسمع. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا محمد وسعيد بسمع صوتك. الله يسلمك. الله يسلمك في أمان الله. مع السلامة. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا ومرحبا حياك الله. ساك الله بالخير. ساك الله بالنور. هلا ومرحبا. كيف حالك؟ عساك طيب؟ والله بشرك بخير الحمد لله. كل عام أنت طيبين إن شاء الله. وأنت طيب. قدوم الشهر مبارك. وأنت طيب وصحة وسلامة إن شاء الله يا رب. الموضوع يا طويل العمر عن الهدايا أنا ما يقهرني إلا الواحد اللي يقول أنت ما أعطيتني هدية وأنا أصلا متجهز لها بعطيه هدية خلاص أتحسف مع أدبي ما عاد بعطيه هدية أغير الوجهة يقهرني هذا يقهرني والله. خلنا تعرف على اسم الكريم. حمد اليامي. ونعم والله يا حمد يعني اللي يجيك يقولك ما هديتني شيء. وين الهدية؟ أنت أصلا مجهز الهدية يقول وين الهدية؟ خلاص يحطمك تحطيم صح. فعلا يعني هذا ما أدري وشلون أتعامل معهم دولة. هذا يبغالك تباغتهم والله يبغالك تفاجئهم عرفت؟ يعني وقت من قبل المناسبة وقت ما يطلب الهدية يعني إذا طلب الهدية سوي له مقلب في الهدية عرفت؟ نعم وخلوا ينصدم ويعيش الصدمة بعدين قدم الهدية ها؟ والله علشان ما تستعجل ثاني مرة هذا هو ولا تعبوا في موضوع اللي يعني حط له كرتون في وسط كرتون في وسط كرتون في وسط كرتون آخر شيء حط له تفاحة ولا شيء كذا عرفت يحلي فيه والله ولا يصلح لهم إلا هالشيء. إيه لا هذه يعني في كثير يعني أشياء للناس هذول تحديدا. طيب الله يعين بس الله يعين. أنت يا أخوي حمد يعني متى آخر مرة جتك هدية؟ في عيد الأضحى وكانت من الأشياء اللي كنت تحتاجها فعلا؟ لا. يعني شيء عادي يعني شيء عادي يعني هدية عادية. طيب انت اذا جيت تبغى تهدي احد وش الشيء اللي تفكر فيه؟ والله ان انا اقترح على المستمعين ان الواحد اذا بيهدي الشخص العزيز عليه انه يتفقد يشوف يعني ايش يلتمس حاجة. احسنت صح.
يعني مثلا يعني جوال، يعني جوال قديم كذا ودي أبدل جوال جديد، يعني ملابس، حاجة حاجة يعني يستفيد منها الشخص. في حاجات كثير والله ما نستفيد منها، هدايا ما نستفيد منها، عندنا أصلا موجودة وعندي في الدرج مليان. صحيح والله. فأقترح إن الواحد إنه يلتمس حاجة في الشخص اللي بيهدي، يشوف إيش هو في حاجته. وبعدين فيه موضوع، يا فيه موضوع اللي هو بعض الناس تعطيه الهدية يستحقرها، يعني يشوفها قليلة أو حاجة زي كذا. الهدية هي رمز، هي معنى. صحيح. لو 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 حاجة بسيطة، يعني ما هو بلازم، يعني ما هو بلازم واحد يجيب سيارة شيء كبير أو حاجة ثمينة على أساس إنك يعني تدريب معزك عنده أو يدريب معزك عنده، حاجة زي كذا. للأسف يعني في 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 بعض الناس يعني وده يعبر عن مثلا شعوره تجاه الآخرين، فيعبر بحجم الهدية. فلا يا أخي، شعورك مع الشخص هذا يمكن يكون في ميدالية، ما يكون في شيء، يعني هي بالمعنى زي ما قلت أنت بالضبط. أنا عن نفسي طويل العمر لو يقيني دبة موية أشوفها عندي حاجة كبيرة، لأنها حاجة رمزية يعني. نعم، لأنه يعني بالتفاخر لأنه هذا من طيبك أنت يا حمد أصلاً، يعني فأنت يعني الناس اللي عندهم يعني شعور جيد تجاه الآخرين يتقبل منه أي شيء، حتى لو كانت الهدية عبارة أو رسالة جوال. الله يطول عمرك. نعم، حتى بعض الناس يعني حالتها المادية تعبانة شوي. صح. ما أكون يعني أحمله فوق طاقته. بالفعل. أنا أبين فرحتي له وأبين إني متقبل، حتى لو كانت الهدية يعني حاجة بسيطة. صحيح. أنا أشكرك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا يا حمد، شكرا لك. في أمان الله. يطول عمرك. يعطيك العافية. مع السلامة. في أمان الله. يا أهلا وسهلا مستمعينا. راح نتوقف لفاصل إعلاني قصير، بعدها راح نرجع مع الأستاذة أفنان زغبي، مهتمة بالإتيكيت وتصميم الأزياء وخبيرة مظهر، أيضا راح تساعدنا في نوعية اختيار الهدايا اللي ممكن نقدمها في المناسبات القادمة. أحييكم أصدقائي من جديد، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، ومعنا على الهواء مباشرة الأستاذة أفنان زغبي، خبيرة مظهر. أهلا وسهلا فيك أستاذة أفنان. أهلا وسهلا. أهلين. أهلا وسهلا. يا أهلا ومرحبا. عاد أنتم أستاذة أفنان يعني أكثر ناس ممكن يعني ما عندكم مشاكل في موضوع الهدايا وتقديمها وطريقة اختيارها، ولا لا؟ نحاول على قدر الإمكان أن إحنا ما نخرج خارج الصندوق يعني. جميل جميل. في شوية تفس ممكن نناقش. طيب. إحنا شوية نبغى نسألك بعض الأسئلة ونساعد فيها المستمعين في كيفية اختيار الهدية. أولاً إحنا داخلين على مناسبات كبيرة. نتكلم عن يعني شهر رمضان، تخرج، نجاح، أعياد، زواجات، مناسبات صيف. خليني أبدأ معك في يعني كيف نختار الهدية يعني. أوكي. شوف، اختيار الهدية يعني بيتوقف على كذا عامل. يعني احنا زي قلنا اول شيء المناسبة، طبعا هذا اهم شيء. العمر والشخصية، يعني اذا كانت شخصية الشخص نقدر نقول عاطفية، فانا اقدر اعطي له هدية معنوية اكثر مما تكون لها قيمة مادية كبيرة. فشخصية الشخص اللي أنا راح أهدي الهدية لازم أنا أحطها في عين الاعتبار. المناسبة طبعا شيء جدا مهم، لا تكون كمان الهدية بعد المناسبة فترة تفقد قيمتها، فأنا أحاول أوقت المدة اللي راح أعطي الهدية هدي فيها. المبلغ المادي، يعني أنا من الناس اللي كتير بقول إنه ضد المبالغة في الهدايا، حتى ممكن إنه بغض النظر حتى إنها تضرني أنا، الشخص اللي أنا رح أهديه هذه الهدية هل أنا رح أحرجه في إنه أنا أعطيته هدية بالمبلغ كبير، بحيث إنه رح يجي يوم من الأيام ويقول في يوم هذه أعطتني هدية بمبلغ كبير سو أنا لازم أرد لها بنفس المبلغ. طيب، هذا بالنسبة خليني أتكلم عن الأطفال مثلا تحديدا. الأطفال خلال الفترة هذه إيش ممكن نقدم لهم وكيف نتلمس احتياج الطفل؟ شوف، أهم شيء في الهدية بالنسبة للأطفال الباكيجينج. سبحان الله، ما أعرف إيش الطفل يحب يفتح الهدية، يحب يفتح التغليف، الشيء اللي داخل الهدية. نحاول إنه ما دام إحنا جايبين له هدية ما تكون كمان بعيدة عن اهتماماته، يعني مثلا إذا هو يحب يلعب الكورة، يحب يلعب بلاي ستيشن، ممكن نجيب الأشياء هذه، بس نحاول
يعني ندخل فيها تثقيف نوعا ما، يعني نحاول نختار هدية مربوطة بثقافة ما. يعني مثلا حاعطيك مثال، لو شخص معين طفل يحب يلعب الكورة، أنا ممكن أهديه كتاب يكون فيه معلومات عن الكورة ومعلومات عن أبطال الكورة وهذه الأمثلة. جميل. طيب لو نتكلم عن الـ الـ يعني كثير من المستمعين ممكن يهدي والده ووالدته، إيش الأشياء المناسبة اللي ممكن يعني تكون في احتياج كبار السن؟ أحس كبار السن ارتبطوا أكثر شيء بالماضي، فجميل أنه يكون الهدية فيها حاجة من الماضي أو شيء من ذكرى في الماضي، أو حاجة مثلا هو أعطانا هي ونرجع نرفع طريقة معينة ونرجع نعطيه هي. يعني نحاول نربط شوية الماضي في هدايا الأهل، الأب والأم خصوصا. طيب وبالنسبة لطريقة التقديم، يعني هل مثلا لابد انه تتغلف الهديه وينحط عليها كرت، ويعني ايش التاثير؟ عادي مثلا بيكون اذا كان الهديه زي ما هي مثلا؟ شوف، هو بالنسبه من حسب العمر، يعني الاطفال لا، جميل جدا ان احنا نغلفها. ممكن نتغاضى على الكرت لانه اكيد ما حيهمه، بس فكره ان هم يفكوا التغليف ويتفاجئوا ايش في داخل الهديه، هذا جميل جدا للاطفال. الكبار في العمر اتوقع انها ما هي فكره كثير جيده انه انا اغلفها واتعبهم في فك الهديه، فيفضل انه يكون شيء بسيط او في داخل او الاكياس الورقيه اللي يكون شكلها جميل. جميل. الناس العايدين اللي في العمر المتوسط او في التين، لا للاسف طلعت عندنا حكايه التغليف كأنها هدية تانية، كأنها منفصلة تانية. مع وضد الكروت حسب، إذا أنا رايح المكان وعارفة أنه كل حياتي هدية، لا ضروري جدا ضروري جدا نتأكد كمان أنه الكرت يعني موثق تماما بالهدية، عشان صاحب الهدية ما يضيع هدية مين هذه. جميل. سؤالي الأخير، يعني أبغى أسألك عن تأثير الهدايا في علاقاتنا الاجتماعية. شوف، الهدايا صارت في العلاقات الاجتماعية، في علاقات السوشيال ميديا، في العلاقات الأخوية، كل العلاقات صار موضوع الهدايا جدا جدا مؤثر. بس وأرجع أقول لك إنه ما هو في قيمة الهدية قد ما إنه قيمتها المعنوية أكبر. صح، كلهم يبغوا شيء الفلاني ويبغوا شيء القيمة الفلانية، بس مهما كان أنت تفتكر أحد بشيء بسيط رغم إنه ما كان موجود معك، تقول له أنا افتكرتك وجبت لك هذا الشيء البسيط، بيحسس الشخص انه هو على بالك. صحيح. فاحس انه دائما نفتكر بعض بالاشياء الصغيره اهم من ننتظر مناسبه مهمه كبيره عشان اعطيه قيمه او اعطيه هديه. جميل. بقيمه كبيره. جميل. خبيرة المظهر الاستاذه فنان زغبي، احنا شاكرين لك تواجدك معنا، شكرا جزيلا. العفو لك. شكرا لك، في امان الله. اذا مستمعينا، يعني الهديه يعني تولد في القلوب المحبه وتزرع في الضمير المودة. الهدية تكون سبب في صفاء النفوس، وكثيرا ما تكون الهدايا سببا في التواصل بين الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران، تكون أيضا سبب في نزع الخلافات، في إزالة الفجوات، لأنها تقوم بجلاء ما في القلوب من حقد وحسد ووحشة. وأيا كانت الهدية، مادية أو معنوية، يظل أثرها بين المتهادين كبير جدا، وقد يكون في مناسبات يصعب نسيانها كالنجاح والزواج وحتى الزيارات. يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أوصى بالهدايا تهادوا تحابوا. أيضا الهدية هي ما يعطى بقصد إظهار المودة وحصول الألفة والثواب والأجر للأقرباء والأصدقاء وللأبناء أو من يحسن الظن به. إذن شكرا لكم مستمعينا، قدمنا اليوم مادة إن شاء الله تكون لاقت على استحسانكم. ألقاكم إن شاء الله يوم الأحد القادم في حلقة جديدة من برنامج كيف. تحيات معد البرنامج أحمد الشهري، ومني محدثكم ياسر الشمراني. أترككم مع فنان العرب محمد عبدو وأغنية ساري.